قبل كده لما جم سالوا موسيماني خساره النادي الاهلي، قال لهم خساره النادي الاهلي جنازه. بالفعل هي خساره النادي الاهلي بالنسبه لجم، قالها بعد ماتش بالميرس لو تفتكروا بتاع البرازيل. بالنسبه لنا هي خساره النادي الاهلي، كلنا عايشين في، احنا كل جمهور النادي الاهلي من امبارح للنهارده عايشين في، تحس كده ان احنا جوانا متضايقين، كل واحد رايح شغله متضايق وزعلان. احنا جمهور الاهلي كده على فكره، هو كل جمهور النادي الاهلي كده، حياتنا هي النادي الاهلي. انا بتكلم على ان انا واحد من الجمهور، سيبكم ان انا واقف قدامكم يعني، لكن انا بتكلم ان انا واحد من الجمهور، في ملايين ملايين، 80 90 مليون اهلاوي ولا 70 80 مليون اهلاوي. فالحقيقه انا بشوف ان اللي حصل امبارح، او همشي بقى في تيار مختلف عن اللي بعض ماشي فيه، انا بشوف ان اللي حصل امبارح شكرا الحمد لله. تخيل نقطه وابدا بقى من اول السطر تاني، خلاص انا عندي دوري ابطال افريقيا هيبدا من مباراه يوم السبت اللي جاي. يا عم اسلام انت بتقول الحمد لله على الهزيمه، ايوه الحمد لله على الهزيمه، الحمد لله على كل شيء طبعا دائما وابدا، ولكن الحمد لله على الهزيمه. خلاص الهزيمه دي لو انا اسلام الشاطر بتدلع لعيب في النادي الاهلي وبتدلع هبتدي افوق، لو انا اسلام فلان الفلاني وبلعب في النادي الاهلي والكره جايه لي وبعملها بكعب رجلي والمفروض ما اعملهاش بكعب رجلي واجيبها جون هركز اكتر. انا كحارس مرمى اجي امسك الكره تقع من ايدي، لا هبقى مركز اكتر. وبالتالي الحمد لله، دائما الحمد لله، دائما وابدا الحمد لله، ولكن الحمد لله على هزيمه صن داونز. خلاص نقطه ومن اول السطر هنبتدي ننظر ما هو قادم من يوم السبت اللي جاي، ايه اللي هيحصل من يوم السبت اللي جاي، هو ده هنبتدي نساند وندعم كالعادة لاعبتنا. عندنا مباراة يوم الثلاث، قبل بس بأوصل ليوم السبت عندنا مباراة يوم الثلاث إن شاء الله مع فاركو، فريق جيد بالمناسبة فاركو، هنتكلم عنه بكرة أكتر، لكن عايزين نكسب يوم الثلاث عشان نخش بمعنويات عالية جدا إن شاء الله يوم السبت. وإن شاء الله المباراة مش عارف هيبقى فيها جمهور ولا لأ، هي مباراة مين؟ أعتقد مباراة المريخ مش مباراة الأهلي، وبالتالي هنشوف الجمهور، متأكد ان عدد الجمهور اللي مسموح به من الجهات الأمنية ومن الجهات الصحية لو 5000 هيبقوا 5000 كأنهم 500000، وده اللي احنا شفناه امبارح. الجمهور طول الوقت واقف على رجله وبيشجع فريقه، الجمهور طول الوقت واقف وبيساند وبيدعم فريقه، هو ده هو ده الفارق الكبير جدا ما بين جمهور النادي الأهلي. شفت جمهور الوداد؟ كان مالي الاستاد كله، ولكن يعني انا كنت بسمع طبعا بتفرج على مباراه الاهلي، ولكن كنت بسمع الجمهور الوداد قبل المباراه ما تبدا، كنت بسمع الجمهور، كنت بسمع الجمهور وبشوف الجمهور. فكان نفسي طبعا يبقى استاد القاهره مليان زي استاد امبارح في مباراه الوداد والزمالك، وده اتمنى انه يحصل خلال المباراه القادمه مباراه المريخ، بيقولوا لي اهو ان هي بتاعتنا كمان بتاعت النادي الاهلي، وبالتالي العدد المسموح به ان شاء الله هيكون متواجد متاكد. طيب يا اسلام هل هيبقى في دعم ولا هيشتموا؟ احنا ما عندناش جمهور بيعمل كده، ما عندناش جمهور ممكن ننتقد ونقول احنا زعلانين من اسلام شويه، زعلانين من محمد شويه، زعلانين من مجدي قفشه شويه، زعلانين من الشناوي شويه، زعلانين من موسيماني كتير شويه، زعلانين من تغييراته شويه، زعلانين من كذا، زعلانين من كذا، ولكن خلاص انا متاكد ان ابتداء من النهارده الدعم ثم المسانده فقط لا غير، والكل ينتظر ماذا سيحدث خلال الفترة اللي جاية. ليه؟ لأنه أنا كنادي أهلي ببحث على المباراة أو البطولة الثالثة، على بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة على التوالي وال11 في تاريخي. هو ده اللي أنا بسعى له، وهو ده اللي أنا عايز أوصل له. عشان كده هنفضل في ظهر جمهورنا، هنفضل في ظهر فرقتنا، وهنفضل في ظهر جهازنا الفني، هو ده اللي مطلوب مننا ومن جمهور، مش أنا اللي هقول لجمهور الأهلي مطلوب إيه، أنا بسمع بالعكس. أنا طول النهار النهاردة ومن امبارح بعد المباراة لغاية النهاردة ناس كتيرة جدا بتكلمني أهلاوية، الأهلاوية اللي هم الأهلاوية اللي معجونين جوه الأهلي، معروفين بالكلمة كده، لما بيقول ألوه كلمة ألوه وزعله وتعبه وتنهدته دي بتعرفني على طول ده إيه. الجماهير كلها بتقول يا اسلام احنا زعلانين ومتضايقين وزعلانين من موسيماني، عشان كده انا طلعت اقول وزعلانين من موسيماني وزعلانين من مجدي وزعلانين من محمد وزعلانين من كل الناس اللي موجوده، ولكن من النهارده خلاص كله بينسى كل ده، واللي جاي حاجه تانية، واللي جاي مختلف، واللي جاي مختلف ان شاء
شاء الله يكون اللي جاي مختلف، ولا هتكلم على إرهاق ولا هتكلم على إجهاد، مع أنه الإرهاق والإجهاد صدقوني بيفرق كتير جدا جدا مع اللاعبين، مهم جدا جدا. بطلع من بطولة يوم السبت ألعب بطولة يوم الثلاثة، أطلع بطولة يوم السبت مع الضغط النفسي، مع يعني الحمد لله والشكر لله نحن 90% من مبارياتنا بنكسبها، ولكن في برضه جزء ما بنكسبوش زي مباراة سان داونز امبارح، وبالتالي ده ضغط نفسي كبير على اللاعبين. هو ده اللي دايما بنسعى ليه، ان احنا نفضل في ظهر فريقنا، نفضل في مساندة ودعم فريقنا في كل شيء، في كل شيء. وهذا هو الفارق ما بين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور آخر.